بعد تقريبا ساعتين من دلوقتي هيكون في مباراة مهمة في كاس مصر هتجمع بين نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي على استاد القاهرة الدولي في ختام منافسات دور 16 لبطولة كاس مصر. تأهل الزمالك لهذا الدور بعد تخطي فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور ال 32، والاسماعيلي تأهل على بتروجيت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل السلبي. الفائز في هذه المواجهة هيقابل المصري في دور الثمانية لكأس مصر.